فضلك يا معلم. نعمين. زمان في الحي ده كان في معلم اسمه القوصي بيشتغل في المينا شحن وتفريغ. يا ترى سمعت عنه؟ طبعا سمعت عنه. عقبال عندك ده اكبر تاجر في البلد، ده بيلعب بالملايين لعب. ما شاء الله. وكان ليه واحد صاحبه في الاتحاد الاشتراكي اسمه سالم بيه، لسه في الاتحاد الاشتراكي؟ الاتحاد الاشتراكي تعيش انت من زمان، وسالم بيه بقى عضو في البرلمان. الله، بالاخر انت ما عندكش فكره على اللي بيحصل في الدنيا ولا ايه؟ انا اصلي كنت مسافر في بلاد بعيده، يا دوبك واصل النهارده. تشكر يا معلم. السلام عليكم. زمان كان في واحد ساكن هنا اسمه ابراهيم النص، لسه موجود. ابراهيم النص؟ ايوه. انا بقالي ساكن هنا 15 سنه ما سمعتش على الاسم ده ابدا. مين بيسال عن ابراهيم النص؟ انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده راجل طيب وابن حلال، انا اعرف المطعم بتاعه وبيته كمان. وبقى عنده مطعم؟ مطعم محترم، ربنا اداله على قد نيته. ممكن توصلني عنده؟ بس المشوار ده هيعطلني عن الشغل. كله بثوابه. يا بركة النبي. لا مش عارفني يا ابراهيم. معاك حق، معهم 25 سنة. جابر، جابر معقول؟ أنا مش مصدق عينيا. الحمد لله على سلامتك. خرجت إمتى؟ نتكلم على الباب يا إبراهيم. لا طبعا، اتفضل يا جابر اتفضل. خايف لا تكون نسيت اسمي وشكلي. اخص عليك يا جابر، هو في اخ ينسى اخوه؟ وفي اخ يسيب اخوه مرمي في السجن 25 سنة من غير ما يسأل عنه؟ انا عمري ما نسيتك يا جابر، بس غصب عني. يا خسارة، حتى انت اللي كنت اقرب الناس ليا، اول الدنيا ما ضحكت لك والفلوس جريت في ايديك نسيتني، ونسيت ان ليا عندك اغلى امانة، ابني مرسي. انا عمري ما نسيت يا جابر. ليه حرمتني من ابني السنين دي كلها؟ ليه ما خليتوش يزورني في السجن زي ما طلبت منك؟ انا عارف ان التصرف ده كان فيه عذاب ليك، بس صدقني كان فيه عذاب ليا انا كمان. لكن لكن ايه؟ اتكلم يا ابراهيم. كان لازم اعمل كده لمصلحته. وهو فين دلوقتي؟ مرسي فين يا ابراهيم؟ مرسي فين؟ ظابط ابني طلعته. ظابط هو ده الاجرام اللي انا قلت لك تعلمه له؟ مفيش يا جابر اب بيتمنى ان ابنه يطلع مجرم. انت كنت بتتكلم في لحظه غضب، مش داري اللي بتقوله. انا حققت امل كان عند المرحوم امه وعندك انت كمان.